هذا شوف يا راديو علي صوت. مرحبا عباس، كيفك؟ بتمنى انك هيك قاعد ومرتاح ومروق ومبسوط. عباس بدي اسألك سؤالين. اول سؤال انه وقت رنيم وميار وربال اجوا، قديه كان تأثيرهم على شخصيتك بيشبه تأثير تاج وسلطان؟ مين كان تأثيره أكبر على شخصيتك، أولادك ولا أحفادك؟ تاني سؤال هو إنه المعروف كتير بإنه الكتابة الكوميدية هي أصعب بكتير بكتير من الكتابة الدراما، وانت حاليا عم تكتب مسلسل كوميدي وانا على اطلاع على تفاصيل منه، وبالحقيقة انا شايفة فيه حس كوميدي كتير حلو، بس انت ليش فتت لهذا الريسك تبع انه تكتب كوميدي وانت بالاصل بتقول انه انت مالك كاتب، مع انه كتاباتك يعني شبوه كبيرة، يعني انا برأيي انت مدرسة بالكتابة، بس مع ذلك هي الكتابة الكوميدية هي ريسك قوي، فانت ليش حبيت انك انت مع انه الموضوع نفسه اللي عم تكتب فيه كان ممكن ينعمل مو كوميدي لانه هو موضوع مهم موضوع حقيقي، بس ليش اخترت انك انت تكتبه كوميدي؟ موفق ان شاء الله، موفقين بالحلقة جميعا، باي باي. شو رايك بهالمفاجأة؟ اول مولود الي، يعني انا ما بعرف كيف، ما عرفت احكي وقت الولدت، ما بعرف شو هذا الشعور، ولهلا انا ما قدرت لاقي بكل ثقافات العالم وتجارب الدنيا كلها، كلنا صارت ابهات، بس شو هو هذا شعور الاب؟ لحد الان انا ما قريت عنه شيء يشبع لي ما انا احسست فيه. شيء انا حسيته اني انا صرت اب، ما بعرف شو هذا الشعور، ما بعرفه لهلا، ما بعرف اعبر عنه بصراحه. وقت صرت جد؟ ايه وقت صرت جد لا حالة تانية. هلا انا مصادر لانه يعني في شيء حدا عم يقول لك الحياة مستمرة. هلا يعني انا وقت اجوني احفادي تاج وبعدين سلطان، تاج صفر العداد، كيف عداد سيارة بتصفره انت من اول وجديد، كانوا من اول وجديد، فرجعت حسيت حالي انه بدي ارجع اعيش له كثير، لازم اعيش له كثير، مثل ما كنت عم اعيش مع اولادي، يعني بس اولادي اخذوني لمحل ثاني ما كان ما له علاقه بالعداد، كان العداد عم يمرك، سواني اب وبلشت مسؤوليات بقى، وبتعرف 100 قصه بقصه الواحد، يعني يكون اب في اختلاج حقيقي واختلاف كبير بشخصية كل إنسان، مو بس فيني يعني بالتأكيد، يعني ما فيني أقول لك شو عملوا فيني بالتحديد يعني، بس أنا شعوري بالتأكيد تبع أولادي ما بيشبه شعوري مع أحفادي، لأنه في أقدمية وأولوية بالتاريخ، لكن أنا الحقيقة فخور بالاثنين، بأولادي وهن فخورين فيك. لا إن شاء الله.